أربعة أوهام داعش. دلوقتي كلمة داعش عاملة هس هس للبعض، في تخاريف كتيرة جدا في هذا الإطار. اللي مشي شاف حد من داعش، وحد كان ماشي في حلوان لقى ناس من داعش، وحد على الدير لقى ناس من داعش. إنما النهاردة من ألطف الأشياء صفحة على فيسبوك اسمها راهف على غرار داعش. طب مين انتوا يا شباب راهف؟ قالك ان احنا عايزين نقيم الدولة الإسلامية في الهرم وفيصل. فمن الهرم خدوا راه، وبعدين من فيصل على بعضها تبقى ايه؟ راهف الدولة الإسلامية في الهرم وفيصل. طبعا كلام فارغ وعبث ولا قيمة له. ولو استمرنا في هذا الأمر على رأي صديق من البلد هنعمل احنا كمان، كان بيقول لي هنعمل باطش. قلت له ايه باطش كمان؟ قال الدولة الإسلامية في بسيون وطنطا. احنا هنهزر بقى كتير جدا وهنتسلى كتير جدا في موضوع داعش. طبعا داعش خطر لا شك على مستقبل الأمة العربية والإسلامية، لكن منطقي ان اي مجرمين دلوقتي داعش براند كبير جدا، فاي حد يحط نفسه تحت اسم داعش، لان القاعدة بقت موضة قديمة. زمان كان اي تنظيم يقول لك انا قاعدة، لان القاعدة كانت حاجة كبيرة جدا ومخيفة في العالم. دلوقتي اللي مخيفة داعش، فأي إرهابي بيطلع أفضل له يكون موضة قديمة القاعدة ولا موضة جديدة داعش، فيقول لك أنا داعش. لكن ده مش معناه إن هو في تنظيم داعش اللي بيقوده أبو بكر البغدادي. لازم ناخد بالنا إن دي اشتغالات إرهابية لا توجد ولن توجد داعش في مصر.